بعض الناس هدانا الله إياه يأتي أحيانا للإمام لأحد العلماء. نعم. هنا إنسان قال جرتنا با إمامك جرتنا با علمك ويقول له ادعو لي. أنا مريض. أذنا خاشم. زوجتي بها مرض، بها سحر، بها مس، أولادي كذلك. يدا جنا من ناقشة، يدا زاري من ناقشة، وان دا تستخدقك كاتوان رضا عبك. لماذا تفتقر إلى الخلق؟ بتشما بتجيبا مخلوقك دعاء غازي. افتقر إلى الله سبحانه وتعالى. عربا خالق يعني برب العالمين دعاء غازي. لماذا لا تدعو الله سبحانه وتعالى أنت؟ بتشما خد دعاء رب العالمين رضا. إذا كان لديك مانع من إجابة الدعاء لابد أن تفتش عن هذا المانع. هذا الإمام، هذا العالم مخلوق أو إمامه أو علمه مخلوق بفاتته، هو يدعو الله سبحانه وتعالى أو خضير دعاتك. حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى. حتى الصحابين بيسمى الله عليه وسلم خضير دعاتك.